الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. قلنا اللعب هو حركة لا مقصد حسنا لها، وإنما هي عبث ملوش مقصد، وده طبعا بنسميه ده قبل التكليف. وأما اللهو برضه فهو قصد حركة برضه ملهاش غاية كويسة وتلهي عن عبادة. والزينة قلنا هناك زينة للناس، يحب الشهوات من النساء والمنين والقناطير إلى آخره مثلا. وتفاخر بينكم، والتفاخر هو أن يقول كل واحد أنا أفخر على غيري بكذا وكذا 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 وكذا، إما بشيء في ذاته كأن تكون له صحة وقدرة وعافية وجمال ومش عارف إيه، أو أن تكون بشيء خارج عنه وهي المال والحاجات. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تكاثر يعني يتباهى بأنه عنده أولاد كثيرة والأموال بتاعته كثيرة. وبعد ذلك ضرب الله مثلا لكل ذلك اللي هو اللعب والله والتفاخر والزينة كل ذي، ضرب له مثلا من واقع الحياة. واضرب لهم مثلا إيه، لما يضرب له مثلا إيه الأرض الزرع ينزل عليها المطر ومش عارف إيه، وبعدين تبدو ويحصل ويحصل، وبعدين تصير حطاما تزروه الإيه الرياح. كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هنا الكفار بقى، الكفار وردت في الآية دي وفي الزرع في الآية دي وفي آية ثانية في قوله، حينما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. خلاص. طيب، سيماهم في وجوههم من أثر السجود دي كلها قيم، ما جابش حاجة من ناحية الدنيا. ذلك مثلهم في التوراة، ولكن مثلهم في الإنجيل رهبانية ومش عارف بعيد عن الكلام ده. ومثلهم في الإنجيل كزرع، قبل الماديات اللي نقصة في المسيحية، بقى اللي ناقص في اليهودية إيه؟ القيم، إنما المادية واخد حظها. خلاص. ولكن في المسيحية اللي ظاهر فيها الإيه؟ الرهبانية ومش عارف إيه. فجاب في المثل الأولاني لليهود قال إنه هتيجي أمة محمد فيها الاثنين، فيها القيم اللي هي إيه بقى اللي هي قال عليها دي اللي سيماهم في وجوههم وإلى آخره. وجاب في المسيحية ومثلهم في الإنجيل جاب حاجة مادية كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الكفار ليغيظ بهم، يعجب الزراع ليغيظ بهم الايه الكفار. يبقى الكفار هناك اللي هم مين؟ المخالفين لمنهج الله. هنا بقى الكفار يعجبوا الايه، أعجب الكفار نباته. طب هناك أعجب الكفار هناك عشان يغيظهم، طب وهنا أعجب الكفار؟ قال لك ده الكفار هنا المراد بهم الزراع. طب ما تقول ليه ما أعجب الناس اللي مفتونين بالله واللعب والزينة والتفاخر، ثم يهيج وتسهل لهم الدنيا وبعدين إيه تنتهي على لا شيء. يبقى الكفار أنا تنفع كده وتنفع إيه وتنفع كده. وفي الآخرة عذاب شديد للمين؟ للي تغر بقى الحياة الدنيا بإيه؟ بلهوه ولعبها وزينته والتفاخر والتكاثر، ولا التفش ربنا غرته الحياة الدنيا. طب وايه؟ طيب، ومغفرة من الله ورضوان لمين؟ للي ما غرتوش الحكاية دي وظل في منهج ايه؟ منهج ربهم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فيه الغرور وفيه الغرور. الغرور هو الشيطان الذي يغر، أو المال الذي يفتن، كل حاجة تغر الواحد اسمها غرور. إنما الغرور هي العملية نفسها بتاعت ايه؟ التفاخر ومش عارف. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، كأنه جاب الحياة اللي بتغر دي والله والسلطان ومش عارف إيه والمال، قال سيبوه دي بقى
وروح سابقوا الى ايه؟ الى مغفره من ربكم. المغفره غايه، زي ما تقول سافرت من القاهره للاسكندريه، سابقوا الى مغفره، تبقى المغفره هي الغايه. طب الغايه دي بتيجي ازاي لما نسابق ليه؟ سابق لها بالاعمال الصالحه بقى. يبقى سابقوا الى مغفره، اي الى وسائل المغفره، ووسائل المغفره هي الايه؟ هي الطاعه والانقياد لاوامر الايه؟ الحق. طب سارعوا تفيد ان فيه ايه؟ كلمه فاعله دي تفيد المشاركه، زي ما تقول ايه؟ شارك فلان فلان، يبقى عايز اثنين، مشارك ومشارك، كل واحد منهم مشارك ومشارك. سابق يبقى فيه حاجتين اثنين، ده بيسابق ده وده بيسابق ده، ومين اللي يفوز؟ يبقى سارع زي سارع، بس هناك سارعوا الى المغفره دي للايه؟ للغايه. في ايه ثانيه؟ يسارعون في الخيرات، مش الى، ام قال لك لان الى دي للغايه، انما الخيرات اللي هيعملها هي اللي. طب ما قالش سارعوا الى الخيرات ليه؟ لان الخيرات هي وسيله الى الغايه، الخيرات هي الوسيله الى الغايه، بس جعل فيها مجالات للطموح الايماني، لان لما يسارع الى الغايه يبقى لما يوصل للغايه لك لما توصل للغايه سارع فيها، يعني برضو اكن مراتب الخير بتتفاوت، فخذ لك كل ما تيجي الى خير خذ خير اكتر، خذ خير اكتر، يبقى بتساعد مش الى، بتسعر فيها نفسها، فهي كلها ايه؟ كلها ايه؟ كلها خير. ومصداق هذا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليتنافس المتنافسون. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك الحسد مباح في حاجتين، في حاجتين اثنين، لا حسد الا في سنتين اثنين. ان كنت عايز تحسد واحد على نعمه نفسه في حاجتين اثنين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله العلم فهو يقضي به بين الناس. ان كنت عايز تحسد الدول وتبقى غبطه بقى، ما دام تبقى عايز زيهم كده كويس، يبقى دي المنافسه نفس الشريفه، لانه يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه؟ لان المتنافس واصله تنافسوا، يعني تباروا في النفس. سيدنا عمر قال لسيدنا العباس ايه؟ هيا بنا نتنافس، يعني نغطس في الميه ونشوف مين منا اطول نفس. ما هو في واحد يدعو نص دقيقه، في واحد يدعو دقيقه، في واحد يغطس ويقعد مده طويله، دي على مقدار اتساع رئته للهواء. اللي عنده بقى رئه سليمه وكويسه يبقى في خزنه هواء كتير، يقوم يطول اكتر، واللي عنده نفس مخروط زي كده ما يقدرش يصبر بيلقف. يبقى نافسه يعني شوفوا من منكم اطول نفسا ان ايه؟ ان دخل الماء. فطلعت المنافسه في الماء، وبعدين المنافسه في كل اعمال الايه؟ في كل اعمال الخير. سابقوا الى مغفره الله. طب ما يمكن حاجه ثانيه، ما دام في سبق يبقى عايزين حاجتين اثنين، نشوف مين اللي يوصل الاول. الله، في واحد الاثنين بيسابقوا عايزين يوصلوا للغايه للهدف، يعني مين اللي هيروح للهدف؟ ولذلك يقول لك فلان أحرز قصب السبق. يعني إيه قصب السبق؟ لما كان الخلت السابق يقوم يعملوا زي عود من القصب كده يحرق على الأرض، اللي يسبق الأول يشيل ياخذ الغيره، فيبقى أحرز قصب الإيه؟ أحرز قصب السبق. يبقى في اتنين بيتنافسوا. طب هنا اللي في حاجة بتنافسني، قال لك الراي الأصم حاتم الأصم بين الحكاية دي، بيقول له شيخ البلخي فيما أفنيت عمرك؟ قال في أربعة أشياء، علمت أني لا أخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزقا لا يتجاوزني وقد ضمنه الله لي فقنعت به، وعلمت أن علي دينا لا يؤديه عني غيري فاشتغلت به، وعلمت أن لي أجلا يبادرني بسبيئني فبادرته، يبادرني بالموت وأنا أبادره بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. هذه المسابقة سابقوا، يبقى سابقوا الموت بأن كنت تأخذ العمل الصالح، فلما تأخذ بالعمل الصالح تبقى تصر بالموت حتى. نعم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الله،
إذن المغفرة وفران الذنوب قبل الجنة. ليه؟ لأنهم قالوا إن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وإحنا ضربنا لها مثلا قلنا في اثنين كده واقفين، واحد حبيب ليا جاب تفاح كويس كده وبده يزقول لتفاح، وواحد عدو شافنا قاعد كده وجاب زلطة بده إيه يضربني به، والاثنين انطلقوا في وقت واحد. أخذ التفاحة ولا رد الزلطة؟ أرد الزلطة الأول، يبقى المغفرة الأول وبعدين الجنة. ولذلك قال فمن زحزح عن النار، كأن دي أولانية وبعدين يدخل الجنة فقد إيه؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والمغفرة إما أن يسبقها ذنب فتعمل على أنه يغفر لك عشان تطلع كويس نظيف كده، أو إلى مغفرة يستر عنك الذنب فلا يجيء، يستر عنك الذنب فلا يجيء. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. بده يدينا بس صورة وتمثيل للجنة، بيدينا صورة يوم لما يدي صورة، لما تحب تدي الواحد حاجة مجهولة تقوم تقربها لذهنه بحاجة معلومة، اللي قدامه إيه؟ قدامه سما بتنتج، كل ما يمشي يلاقي سما، كل ما يمشي يلاقي إيه؟ كل ما يمشي يلاقي أرض، ما بتنتهيش. مش احنا قلنا كمان ما دام الانسان يمشي كده كل ما يمشي الى الارض، كل ما يمشي لو ان الارض دي لها حد محدود مبسوطه كان جه في حته كده وقال لك ده الارض انتهت، ما حصلش دي. امال هو ماجلان استدل على كروت الارض بايه؟ ما هو لما مشي في الرحله قعد يمشي يمشي كده وبعدين انتهى الى حيث جاء. قال لا، اذا الارض ما انتهتش عنده، اللي من بدء راحت، يبقى اسم الارض ايه؟ عرف ان الارض ايه؟ وأخذناها من قول الحق سبحانه والأرض مددناها. مددناها كل ما تمشي تلاقي أرض، يعني ملهاش نهاية. وما تمشي تلاقي أرض يبقى لازم هي كرة بتلف على بعضها كده مشان تبدأ من حيث إيه؟ من حيث تنتهي. طبعا تعالى، عرضها كعرض السماء والأرض. أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماء والأرض. فضرب أوسع شيء نعرفه، ضرب به المثل لما لا نعرفه، بس جاب العرض ولا جابش الطول. فإذا والعرض دائما كما نعرف أقل من الإيه؟ إذا كان ادانا المثل لأوسع بأوسع شيء ده هو للعرض بس، ما للطول يبقى إيه شكله؟ ده يبقى حاجة ما لهاش نهاية. نعم، عرضها كعرض السماء والأرض. أعدت، مش لسه هنعملها لهم، أعدت مسألة إما في اللغة. ولذلك كأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة نعمون، لما قال له ما كيف أصبحت؟ أنت شفت إزاي؟ قال له أصبحت بالله مؤمنا حق. قال له كل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، الحصى والذهب قد بعض عندي. طب كويس. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يعني بقت حقيقة عندي زي ما كنت شايفها كده. قال له عرفت فالزم، عرفت الحقيقة في إيه؟ فالزم. أعدت يعني موجودة للآن. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء قال عرضت علي الإيه؟ الجنة. ما هو المكت موجود، ده إحنا قبل ما بنعمل بنية بنعمل لها الغلبان بيعملها من غير رأس، يجي يقول للبنا ايه البنا افحط هنا وافحط هنا، ولا يجيب مهندس، واللي عايز يعني يعمل لك يجيب مهندس يرسمها له على الورقه كده، وعايز يبقى ارقى شويه يعمل لها ماكت. ماكت يعني اوض وبكسل كل حاجه حتى الفرش. يبقى مثلا ربنا لما يعد بقى عنده الماكت الايه الاعلى. ولذلك قال لك ما شغل ربك الان وقد صح ان القلم قد جف، خلاص ما عادش فيه حاجه. قال له امور يبديها ولا يمور يظهرها ولا يبتدئ عملها، لأنها معمولة جاهز بس يقول لها اظهري للوجود بقى شوي. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وذلك ذلك الإشارة ما تقدم، فضل الله نؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل حاجة إيه؟ منهية.
ما أصاب من ما هي المصيبة؟ اسمها يدل عليه. ما هي المصيبة؟ يعني إيه الذي تصيب؟ تصيب الله. فكان اللي قال بقى الموت سهم أرسل إليك، هو أرسل وخلاص، وعمرك بقدر سفره إليك. واحد عمره مثلا دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد بس بقدر السفر، إنما أرسل ولا ما أرسلش. يبقى إذا أصاب أدي المصيبة، يبقى المصيبة هي الشيء الذي حكم بأنه واقع لا محالة ولكنه يسيء، يعني يخرج الإنسان عن سلامة التنعم. أم قال لك بقى بص لنفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا كنها مقدورة أو إيه أو مقضية. الفرق بين المقدور والمقضي حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن القضاء حكم لازم ولا دخل لك فيه، لكن القدر حكم لك فيه دخل باختياره ولكن الله علمه أجله. زي ما يقول وزير الزراعة احنا قدرنا محصول القطن بكذا امتار، مش ما فيش في باله الآفات اللي يمكن تيجي في اللوزة ولا دودة الورق، قدر على حسب علمه، إنما التقدير كان يمكن غلط لأنه خلط في التقدير. فإذا قدر الله شيئا ما عندوش غلط، يبقى هيقع على ما يقعش، بس للإنسان فيه اختيار. يبقى القضاء ما لا اختيار للإنسان فيه، وأما القدر التقدير أن الله قدر كذا، يعني عالم أنه سيختار كذا فكتبه. احنا ضربنا مثل بالأستاذ المدرس في المعهد أو في الكلية، وبعدين جاء عميد الكلية ولا الناظر ولا قال له احنا عايزين في جايزة جاية للمتفوق في مادة كذا، فعايزين بقى تعمل اختبار للتلامذة بتوعك عشان نشوف مين اللي ياخد الجايزة. قال له على ايه اختبار؟ المسألة ما هي معروفة، اللي هيطلع الأول الواد ابن الكلب الفلان ده شاطر وذكي وبذاكر. قال له لا أنا مش عايز أنت تحكم مني، أنا عايز تعمل اختبار وأنت ما توضعش الأسئلة. يوم يجيب ناس تانيين يوضع الإيه؟ الأسئلة ويعرض الامتحان، والواد يطلع زي مين؟ زي ما قال. هل كان بيده بيمسك قلم للولد وهو بيكتب ويخليه يكتب الصواب اللي ياخد عليه الدرجة؟ إنما علم من سابقته فيه واستناطه له ومذاكرته إن هو ده اللي إيه؟ لكن يمكن علمه يخطئ. ليه؟ لأنه يمكن ساعة الإجابة يجيله دوار يتلخبط ما يعرفش يكتب، ويمكن اللي قال عليه ده هيسقط ولا يمكنش ينجح. يمكن واحد يجي كده يقول له ده أنا عرفت الأسئلة تعالي، ويدوله الأسئلة والجواب ومش عارف إيه وراح يخطب. قال لك ده خلل في علمي بقى، إنما الله لا خلل في علمي. ولذلك إحنا قلنا الكلمة دي إمتى؟ زمان أنتوا تفيدكم أن تعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه يا رب منه سيصلى نارا؟ طب ما هو في ناس كانوا زيه وأسلموا، ما عمر أسلم، ما خالد بن الوليد أسلم، ما عمرو بن العاص أسلم، ما عكرمة بن أبي جهل أسلم. أما كان يغيب عنك إن ده يمكن يسلم زيهم؟ أم قال لك لا ده أنا أصل مش قابل من عندي، الكلام نزل عليها من ربنا، وما دام قال كده يبقى عرف انه سيختار هذا مش فرض عليه. يبقى اذا القدر حكم بواقع لا بالقدر الذي يفرض ولكن بالعلم الذي يسبق. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نخلق الإنسان، لا السماء ولا الأرض ولا الناس بنكتب كل حاجة. طيب إزاي بقى في الأرض؟ يعني ما أصاب مصيبة في الأرض؟ قال لك كقحط يجي مثلا، زلزال، حريق، غرق، طيارة تقع، باخرة تغرق، كل دي ما في الأرض. طب وفي أنفسكم؟ يجي يمرض، يفقد أهله، يفقد ماله، يفقد الله، كل دي في أنفسكم. يا في الأرض شيء وفي ليه؟ في الأرض عامة لكل الناس. طب وبعدين وفي الثاني خاصة به، لأن الذنوب إما واحد يعملها والباقي ما بيعملهاش، تقوم يجيله المصيبة خاصة به، وإن كانت الناس حتى تتواتر على المصيبة بقت عامة كده خلاص كده، يقوم يجيلهم كلهم إيه؟ يجيلهم المصيبة في الأرض، القحط يجي، مش عارف إيه غير والله. طب تعالى بقى
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في آية ثانية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا سيطلنا فرغة في حاجات كثير، ده لو قدني ما ترك على ظهرها زي ما قلنا من دابة، إنما ربنا بيفوت لنا حاجات ويعمل لنا مواسم لأنه عايز يشفع وعايز يرحم يوم المواسم، من الجمعة للجمعة موسم، الصلاة للصلاة موسم، رمضان موسم، الله كل دي يعمل لها ايه مواسم، بدل على انه ايه الله يريد ان يغفر لعباده، يوم يعمل لهم مناسبة تشد ويعمل لهم توبة عشان الأسلكة تيجي تمسح الله. يبقى اذا ما اصابهم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش بياخذنا على كل حاجة. ولو يؤاخذ الله الناس الآية ما ترك على ظهرها من ايه من دابة. طب وعلى ليه من دابة؟ أم قال لك ولا الحديث الثاني بهيل لولا أطفال رضع ما عملوش حاجة لسه ولا وصلوش التكليف، ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني إحنا مرحومين بالضعفاء منا، مرحومين بالضعيف اللي هو ايه الطفل اللي بيرضع والشيخ اللي ما عندوش مثلا اي حاجه والبهائم اللي مرحومين. ولذلك يقول هذا بضعفائكم ترزقون. هناك الايه الثانيه يقول ايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله مش الفساد ده يعني مش بما كسبت ايدي الناس، مثلا زي احنا بنقول دلوقتي احنا مثلا نقول لك دلوقتي تلوث البيئه، تلوث البيئه والتلوث في الميه، يعني الميه تلوث كده من نفسه ولا مش احنا اللي عملنا ورمينا القذرات وملينا الفضلات بتاعه الميه ورمينا كل حاجه مش ورمينا الجيف مش احنا اللي عملنا كده؟ يوم يجي باس البيئه. طب وفي الهواء؟ طب ما احنا اللي عملنا كده برضه. تلتفت تلاقي السياره من دول بترمي عادم وسايبينها تمشي، مع ان كان المفروض ان بمجرد ما يظهر العادم ده لازم يحجزوا مسيره السياره ويشوف مش عارف ايه، انما احنا غشين وجملنا وطلع البتاع في الجو يقوم يفسد الجو. يبقى كل حاجه. ولذلك ربنا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، انا خالق الارض على هيئه الصلاح، فاللي يقدر منكم يزود الصلاح شويه يعمله، واللي ما يقدرش بس يسيبها على حالها كده فطريه على حالها كده. احنا مثلا كنا بنقول ايه لما زمان كنا في الريف نقوم احنا نطلع نجيب المياه من البحر من النهر الكبير الخالد او من الرياح او من اي حاجه، تقوم الناس يسبقوا الصبحيه الفجر الصبيان يروحوا يجيبوا في البلاليص، وكان العرب زمان يروح يجي ياخد الارب ويروح يجري علشان يجيب المياه من العيون مش كده. طيب وبعدين بقى لما جه واحد ربنا سبحانه وتعالى هداه انه يريح الناس عمل ايه؟ خد من ظاهرة الكون حاجة تنفع المكون، من ظاهرة اللي في الكون خدها هو، بس كده لقى المية لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل للحضيض الواطي، ما يمكنش توصل الجبل إلا إذا عليت المية عليت الحد، هي اللي ما توصل تنصل من الواطي تطلع تروح للعالم. قال الله إذا المية فيها استطراق، طب ما احنا لما نعمل المياه على الجبل تبقى تنزل لوحدها كده في الليل، ما نعمل بقى سهريج كده وبتاع وعمل عليها وجاب سهريج وملاها ميه، وبعدين بدل الناس ما تروح للميه المياه بقى تجي لهم لحد البيت، يقعد يتوضا يفتح الحنفيه. الله يبقى سهلها ولا ما سهلهاش؟ يبقى يسرها وزادها صلاحا. زادها صلاحا بايه؟ قوه عقله، وخدها من ظاهره في الكون برضه من ربنا كله، برضه من ايه؟ حتى اللي بنخترعه من ايه؟ توفيق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طب مين اللي قال لك ان اللحم المشوي ده حلو يعني؟ جات ازاي دي؟ مش واللحم يبقى حلو. اهي اهو امراه عربيه جهزت الجدي ذبحته وحطته وولعت النار، وبعدين ابنها صرخ لانه وقع في مش عارف ايه، فراحت لمين؟ للولد عشان تشوفه. سابت اللحم في الريح بتاعه والنار ايه؟ الرابط عليه. قامت وهي جايه بعد الواد ما سلم دقت ريحه حلوه كده، ريحه اللحم لما انشاف بقى حلو، قامت راحت لقت الجنب بتاع الجدي زي المشوي، مسكته لقته طحن، قالت طب ما نبقى نشوي.
الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى. طيب احنا دلوقتي اهو في حاجه نسميها فطير وحاجه نسميها خمير. ايه الفطير وايه الخمير؟ الفطير اللي بنعمله ده بالشلتت ومش عارف ايه ده، بنعمل عجينه طول ونطبقها وندخلها النار، ما بنسيبهاش لما تخمر. لو سبناها لما تخمر تقب بقى وتعمل لها مظاهره. انما الشيء الخمير اللي قاعد خمر مده كده وبعدين ايه نيجي نخبزه يوم نلفها في ايه ليش رقبت على والرغيف بقى كده. ليه؟ قام قال لك لانه ما دام خمير يبقى تخلل الهواء اليها، وما دام تخلل الهواء اليها وحطناه في الفرن، الهواء اللي جوه ساعه ما تجيله حراره يتمدد، يوم لما يجي يتمدد وروح ناطر القشره وطلعت فوق، بدليل انك انت لما تاخد رغيف وتنقله كده يطلع ايه بخار ان شاء الله. قام قال لك الله ده الخمير. طب عرفوها ازاي دي بقى؟ زي ما عرفوا الكباب نعرفها جات ازاي دي؟ قال لك برضه امراه عجنت العجين وحطت معجون في المجور بتاعه زي ما بيقولوا مثلا، وبعدين عندها الناقه اللي عندها جعر جعره غير عادي، فراحت لقت الناقه حبلها ايه متطوع على الايه على رقبتها وهتموت. كويس كده قعدت على مسلكه الناقه ومش عارف ايه، وقعدت تجيب لها ميه عشان على ما راحت لقت المجور علي وطف هنا وطف هنا، قالت انا هرميه بقى يلا نعمله جنة. راحت واخده منه حته وحطها في الفرن، قام قب العيش كده وبقى حلو لما اجى القلب. طب ما نعمل الحكايه دي، اهي الخميره اللي انت بتاكلها النهارده ده اهي، شوف اللي بنعملها في القرن العشرين ماخوذه من اساسها من الخميره الاولانيه دي، لان كل خميره بتاخد حته من اللي فات وتحطها بتاخد حته، يبقى كل خمير الان ناكله يبقى من مين؟ من بتاع الست اللي ماتت دي من دلوقتي. الله، الذي خلق فسوى والذي قدر ايه والذي قدر فايه فهذا. بنجيب الكلام ده اللي احنا قلنا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، لان الارض والكون مخلوق على الصلاح، فامتد ايدك له يتحسن يتسيبه ايه ما تفسدش الصالح. والى لقاء اخر ان شاء الله.